فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي في آخر نص ساعة من الحصة نتاعنا اليوم، نحكيو على مقابلات البارح في البطولة والويكاند اللي تعدى بطبيعة البارح وليلة البارح. معنا في التحليل الفني كالعادة اللاعب الدولي السابق أنيس العياري. أنيس أهلا بك. مرحبا بك سليم، ومرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين في نفس الوقت. مرحبا يا خويا، شنو حوالك؟ والله في خير ونعمة، ديما نحب نطمن عليك، نطمن على السادة المستمعين تاعك فريق فهم، وإن شاء الله ديما نكونوا في صحة زايدة. الحمد لله. باه أنيس، كالعادة تبعت المقابلات أكيد، نحب نعرف فكرة عامة على المقابلات تاع الويكاند. البون كانوا زوج جولات، هو واحدة مقابلة مؤجلة من الجولة السادسة للبطولة، ومقابلات الدفعة الأولى من الجولة الأولى إياب البطولة. أكيد يظهر لي الساتيسفاكسيون، هو الكلاسيكو اللي وفي بالوعود نتاعو، كلاسيكو ممتاز برشا. رينا النجم رغم الهزيمة، رينا نجم ممتاز، رينا ملعب ليا وراه في أول ظهور ظهور متميز كيما بوثمان. بعد نلقاو سيرو بلون اتليتيك من الناحية البدنية اسلام، تعرف نص مباريات بن عيادة وبوثمان ما خلاهمش كمان مباريات في نفس المباراة في نفس النسق تاع 45 دقيقة، لكن نقول كلاسيكو في بالعود نتاعو حاجة ممتازة ممتازة برشا. ومن بعد نحكي على التعادل نتاع الملعب التونسي في آخر الدقائق، الجول اللي زاد في الدقيقة 15 كيجيب نقطة ثمينة من باجا، نتصور بالنسبة لي أحباء الملعب التونسي ترضيهم. وهذو هو ماتشات ممكن اللي نوعا ما فيهم النتائج اللي زاد تطور الملعب التونسي والدقائق الاخرى والتعادل، ومن بعد يشوف المتلوي اللي بالحق عمل مباراه كبيره ضد حد من قردان في بنقردان بالذات، وقف بنقردان وكان امن بروحه كان ينجم ينتصر في المباراه. باهي، خلينا نبداو بالماتش القمه، ظهر لي لتوال السلسله من الانتصارات، وقفها البارح السي اس اس، ظهر لي وتالق كبير اللاعب الليبي محمد سول. في بطولتنا سليم طيب برشا باش نلقاو ملاعبي عنده ثقة صار بالكاليتي هذيك، يعني ملاعبي ممتاز وممتاز. عمل ديفيرينسا اليوم في مباراة كيما الكلاسيكو، يظهر لي بالامتياز بالكاليتي تكنيك مع مدافع بالنسبة لي انا متواضع برشا اللي هو كوناتي، وقت مرة واثنين اكيد جدا بالكاليتي تكنيك اللي عنده سولا، بالفيتيس اللي عنده، بالتريك اللي موجود، بالكاليتي دفراف اللي مينا كوناتي، تعرف في نيفو معين تشوف انت كوناتي كيفاش سولا خذاه اون دريبل نورمالمون يطلع عليه يطلع ما يعطيش الشون، كوناتي قاعد يوخر من بعد قاعد الشون سولا كاليتي دو فرانك دياغونال سجل بها هدف. وذول المباراة هذه تلعبت على ديزيتا يعني صغيرة، لكن خليني نقول رغم الهزيمة النجم وجه ممتاز وممتاز برشا، لكن النجم الجداني ذولي عرف كيف يحافظ على هدف هذاك في البلوك كيف التغييرات نتاعو نوعا ما باش يعمل جدار ويعمل حصانة دفاعية، هذا يخرج ثلاثة نقاط في مباراة بالنسبة لي أنا عندنا مدة ما لقيناش كلاسيكو كيما هذينا في النجم الساحلي شفنا ملاعبية زيريا جدد بوثمان بن عيادة، كيفاش شفت ملاعبية وخاصة بن عيادة التغيير نتاعو في بين في الشوطين من المحور مشى على اليمين، كيفاش شفت النقطة هذه؟ شوف بالنسبة لي النجم الرياضي الساحلي يظهر لي كي كان غير بوثمان وبن عيادة ونفس الملاعبية كيما كان الساقسي والعوجي كشريدة اللي استعدل اليوم، ممكن نصعد راه الملاعبية هذوما نصعد ريدي راه الملاعبية هذوما نجم نعطيو هي ضابط في كلاسيكو عطاو 45 دقيقة، لكن تو تاني ما كانوش الملاعبية في التوب ليفل نتاعهم على المستوى البدني. نشوف كيما بن عيادة مازال ما استرجعش الإمكانيات البدنية، ريت ونعرف كيفاش يلعب الملاعب هذا، الملاعب أتليتيك يطلع يهبط ما غير حتى مشكل، ريت نوعا ما بدنيا مازال بعيد، لكن بوثمان ملاعب يلعب دي كاليتي انورم دي كاليتي تكنيك، ملاعب ينجم يعمل ديفيرينسا في 45 دقيقة، ريت وراه كل الفرص ممكن تسجل هدف صحيح، ورفضوا المساعد الحكم في المباراة نتاع الكلاسيكو، لكن بوثمان حتى للأمانة باش تكون إضافته يعني سيغورو يعني بالنسبة لبوثمان مش عارف إضافة كبيرة للنجم الداخلي، بن عيادة مرة في قلب الدفاع مرة على اليمين، إذا هو باش يكون في قلب الدفاع كشريدة ولا توقيعو فرانكيش بلي غياب كشريدة بالنسبة لي أنا أثر على المستوى الهجومي لفريق النجم الداخلي في مباراة الكلاسيكو نتاع البارح. مقابلة ثانية عودة تروح للكلوب أنيس، في المقابلة ضد جي اس كا، تشوف فما حاجة تبدلت في الكلوب وإلا سامحنا يسامحونا القراوة، المنافس ضعيف باعتراف الفنيين الكل في الموسم هذا هو جي اس كا. أحسن مباراة قدمها جي اس كا، لعب ندب جازف تغير نوعا ما، ما عادش في الانكماش الدفاعي، لكن لونتان تاع الماتش اللي عملها لوكوب افريكان خلات قروان متفاجئ بالكومبورتمون برد فعل تاع الملاعبيه اللي بداو في اول المباراه بالهجومات
والبروفوني سجلوا مع تاتريس كهدفهم الصوت الأول. نتطور أنه متغير حتى يجب أنه نتطور أنه منصر الوحيشي قريب بارسة نعبي أعرفهم غير معهم الديسكور شوية. حاول تم إدارة على تخدم على الجو العام خذ تعرف الفترة الأخيرة في كل بافريكان برشا مشاكل الفيزيك سترى عشان من لعبي أثر عليهم على عطاء نتيحهم في الملعب. اليوم نتصور كل واحد خير تاس نتيعه منصر قاعد يخدم في التاس تكنيك على المستوى البدني والذهني والتكتيكي أعطاه حريته أعطاه وقته وبعد الإدارة قاعدة تخدم باش تحاول توفر تسجيل مستحقات لبريمات تسجيل اللي تخص كيف وبرشا مشاكل إكسترا. هذا المهم اللاعبين يزوم يخرجوا من المشاكل الإدارية وحطوهم بيستهم خارهم طوحة المستطيل أخر. هذا اللي صار بتصور نادي الإفريقي عمل مباراة في 45 دقيقة ممتازة لكن شوط ثاني ما كانش موجود البروفوني القروين رجعت في النتيجة وكان زاد شوية وقت راهي كانت لازم تسجل أهداف أخرين لكن انتصار بالنسبة لي جاء في وقته. استناوا برشا زمير نادي الإفريقي تصور من فازاليه ضد القروين يستناوا فازلوا طول كثير في القروين ويعملوا انتصار بالنسبة لي مهم ومهم برشا. يبنيوا عليه فريقي من نادي الإفريقي ما يستحقش المرتبة هذه وما يستحقش النتائج هذه لكن في وضع كيما توا نطور الناس كل ملتف حول الفريق وشبك قيروان يدولي ديكلاريه بسوز نقاط مهما تكون مجهودات طيب برشا شبك قيروان وما حكيت انا وياك برشا مرات يدولي اسلام حكينا انه شبك قيروان مهما يكون المجهود طيب برشا بسوز نقاط في الساخر يعمل المنتج نتاعو في ظروف صعيبه برشا. حكيت بكري على المقابلة متاع ستاد عاد بنقطة في آخر دقائق المقابلة من ضد الأولمبي البيجي كيف شفت الماتش أنيس؟ بون الماتش مثلا متوقع انه باش يكون صعيب على الملعب الفرنسي خاطر رينا الاولمبي البيجي انتصاروا على النادي الفريق وعلى النادي الاسباقي مع قدوم خالد بن يحيى ثم راج دوفانكا ثم جرينتا ثم روح الاضافه نتاع زيد مراد بيل في وسط الميدان يظل خلت الاولمبي البيجي في الجوله الاخيره يرجع شويه وقلق برشا نجم الاستحي عمل مباراه كبيره في بيجو النجم مباراه قويه معناتها بالنسبه لي هو من فيها ست نقاط امام منافس الملعب التونسي اللي عنده بريت سبع جولات قبل ما يلعب الجولة هذه ما انتصرت في ذلك منافس التاريخ تصورنا أنه تكون مباراة صعبة وذلك اللي ديرناه على الميدان باتر الأولمبي بيجي شاك بيسان اللي نعبي هذه ممكن السوربريز يعني كيفاش الأولمبي بيجي يخم مش ينتدب من نعبي هذه يجي الأولمبي بيجي ويكون هدف في نفس هدف ممتاز برشا بعد أقوى دفاعية لكن الحاجة ممكن اللي تحصل لعبية ملعب التونسي اللي مرميوش يمدي قاعد يحاولوا قاعدوا يمنوا اللي يفرقوا في المباراة في مواقف 95 بلال مجري بالنسبة لي أنا في تكنيك ملاعب اللي قاعد يكونفيرمي في البريود الأخراني الكل سيرتو مباراة المسير والمباراة هذيا حاسب قاعد يسجل فيها أهداف نتصور هذه العلامة الممتازة في هجوم الملعب التونسي بلال مجري بالنسبة لي أنا نقطة مهمة لكن بالنسبة لي اختاروا نقاط والملعب التونسي بالنسبة لي أنا نقطة مهمة يبني عليها لكن حسرة كبيرة الأولمبي البيجي بما أنه الانتصار كان في يديهم وعودة الملعب التونسي نتصور النقطة اللي جات في 25 نجم يبني عليها الملعب التونسي في قدم الجولة. مستقبل سليمان ترجي 2 بلاش لترجي قتال ترجي على الانتصارات ما يقفش أنيس بالفريق الأول بالفريق الثاني ديما ستابل. تورنوفر معين لكن تورنوفر كان لازم يوفق فيه أكثر معين الراعي الفادع عندك لازم يكون ظهير يمين بلاصة المسكين الفادع مصاب أنيس. خاطر المسكين على اليمين ما ينظمش يكون يعني دوبلور على اليمين لازم يكون وسط الميدان يعطيك اضافه اكثر. معين قاعد يتحكم ترجي قاعد يعرف يسير ترجي قاعد يعرف يدور روبر زي توجي اللاعب هذايا ممكن كان ياخذ اكثر وقت نتصوره باش يكون حل هجومي ممتاز برشا في ثلاث جولات خاصه في ربيع ثلاثه. ليش تعرف تكون في البطوله في فور كي الاخرين كنا قاعد ماشي في يسين يديه قاعد ينتصر وين محل نعرف انه تركيزه على رتب الابطال اكثر من البطوله لكن نتصور معين رغم النقد اللي عليه توا في الوقت الحالي معين ناجح في الدور نوفر ناجح في النتائج حتى مباراه الموديه الاخيره رجع في المباراه ورغم انه كان سيء في المباراه هذيك لكن جاب نقطه تخليه في طليعه الترتيب في دوري المجموعات في رتب الابطال وقلتها راسي عاد ليا وميسي في اثنين هدايا ولكن هو ترجي ما مش التعليم يعني كل نقطة متألق في البطولة حاجة ذكر هذيك الأبطال الجماهير والهيئة
وريتار الثاني ديما فيديو راه بيت لاباج مثال 10 في الموسم هذا. عندك مشكله نتاع ليزو يعني لو كان تحاول تبدل شويه البلاصه مقابل اتحاد بن قردين نجم المتلوي. اتحاد بن قردين نستناو منه برشا الفريق هذا الموسم هذا فريق ممتاز بصراحه حاط افكتيف في برشا من لاعبيه ممتازين لكن تعادل مفاجئ شويه خاصه في ظل الظروف الصعيبه للمتلوي والصعوبات الماليه اللي رافقت التراف نتاعها الكل والشوش اللي صارت تعادل فاجئنا به شويه والا ليه متوقع؟ ليه متوقع من بعد يظهر لي شوف السلام العقوبة واللي صار مباراة الأولمبي البيجي في مرحلة الذهاب أثر برشا على اتحاد بن قردين وسيرتو بن ترشا والقاسمي في وسط الميدان وبالعكرمي في اللاكس يعني ثلاثة من لعبية دي فالور سيور من لعبية هازين من اتحاد بن قردين وعمود الفقري يعني كي تجي تشوف اتحاد بن قردين خسر من لعبية هذوما الحمرون اللي ما كانش موجود في مباراة المتساوي كي تجي تشوف ثمانية من لاعبين ماهوش موجودين أكيد مش باش تشوف الوجه اللي تعرفوا اتحاد بن قردين لكن زاد صدمت منافس اسمه النجم الذهبي بالمتلوي اللي رينا كوراج رينا جرينتا رينا فيما اونفي نتاع النجم الذهبي بالمتلوي يحب يرفع النقاط افكتيفمون وصل اللي حب عليه نقطه خرج جاب نقطه امام اتحاد بن قردين اللي ما كانش في نهار كبير في نجم يربح المباراه نتاعو برافو النجم الذهبي بالمتلوي مش بالسهل انك تجيب نقطه من بن قردين بالذات اذا النقطه دي لازم يبني عليها محمد علي معالج بالنسبه للنجم الذهبي بالمتلوي في قادم الجولات نكمل مع اخر ماتش تطاوين مستقبل الجيش 1-1 تجي تشوف تطاوين شكل الخط يعمل سيكل نتاع دو ماتش كان ينجم يعمل ترويزيام فيكتوار لكن كي تحسبها انت تشوف بالنسبه لاتحاد تطاوين تقول انت الانتصار نتاعو اللي كان مفاجئ في باردو بالنسبه لي انا ثلاث نقاط ومن بعد انت كي تعمل العكس يعني تقول انه باهي النقطه ضد الرجيس تولي نقطه في باردو وثلاث نقاط تاع الرجيس خاص فيه إذا لي 7 نقاط على 9 بالنسبة لشوكي الخاتمي مع اتحاد التطاوين اللي ممكن في الفازة اللي جاب 8 نقاط على 11 نجاوز هذا مهم برشا من بعد نجي نشوف انه اليوم اتحاد التطاوين في مباراته البارحة صدم أن المنافس قاعد يقدم في موسم ممتاز تتفاجئ على جميع المستويات بلوكي كيب لاراج دوفانكر فريق محترم ومحترم وين ما مشى قدم يعني مردود طيب نشوف انه النقطة عادلة البارح عادلة بين الدوز في راس يظهر لي فريق حط على 6 نقاط لكن للامانه يعني رجيش اليوم باش يكون رقم صعب للفئات الكل واللي باش يمشي لرجيش باش يلقى صعوبات وهذا كل كراسه العمل نتاع الهيئه المديره وخاصه الشيخ اللي عطاتها في السيد سيدي اللي البصمه نتاعو بدات تبان الفريق يعني قاعد يقدم في مستويات طيبه واكيد النتائج قاعده تطبع هذا نجمو ان نقولوه في المباراه هذه السنه. يعطيك الصحه انيس تقعد معنا شويه اخر نحكي على مقابله اليوم منتخب الاوسط يلعب في موسم تاع الليل نصف نهائي بطوله افريقيا للاوسط ضد منتخب اوغندا فاصل صغير ثم نرجع ونيس.